مساء الخير. في نهايات عام 1979 لقي أحد الطلبة العراقيين مصرعه في العاصمة البلغارية صوفيا إثر اشتباكات حدثت بين طلبة بلغاريين ونظرائهم من العراقيين. الرد العراقي جاء سريعا، وكون بلغاريا كانت وقتها منجما زراعيا ضخما يعتمد عليه العراق باستيراد المنتجات الزراعية، إلا أن ذلك لم يمنع بغداد من إيقاف كافة الاتفاقات المبرمة وقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب الطلبة العراقيين الذين يدرسون في بلغاريا. لم يكن أمام الرئيس البلغاري تيودور جيفكوف إلا القدوم إلى بغداد على رأس وفد كبير وتقديم الاعتذار، إلا أن الحكومة العراقية وقتها رأت في ذلك ليس كافياً لتصحبه إلى مدينة الحل التي ينحدر منها الطالب القتيل وتتوجه به إلى دار عائلته، وهناك قدم جيفكوف اعتذاره وتعازيه لتلك العائلة. وهذه الحادثة كانت تنقل بشكل مباشر على الهواء على شاشات التلفاز. حينها كان العراق سيدا مصانا عزيزا مهابا قويا وشامخا، وشتان ما بين الأمس واليوم. اليوم حيث تنتهك فيه حرمات العراق فتتعرض نساؤه للضرب في المطارات والإهانة والإذلال على أعين حكومة بغداد من ميليشيات طهران وأذنابها الذين لا يسمع لهم حس ولا خبر، فيعتدى بالضرب المبرح على مسنة عراقية من النجف في مطار مشهد الإيراني، والحكومة العراقية تصمت صمت القبور. شتان بين الأمس واليوم، اليوم حيث انحدر العراق إلى منحدر الجحيم الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والعسكري والأمني بعدما حكمته إيران وميليشياتها التي يصعب عدها والتي تتعرض مواقعها في الأونة الأخيرة لصفعات وضربات يومية. في البداية كانت الميليشيات تقول إنها حوادث بسيطة أسببها بين انفجار صاروخ وبين ماس كهربائي على الطريقة الأسدية، ولكن هذه الضربات بدأت تتزايد وواشنطن نفت مسؤوليتها، وميليشيات الحشد لا هي تعرف ولا تعترف بمن الذي يقوم بضربها ولا هي تعرف ماذا تفعل. انتصاراتها لم تكن يوما إلا على المدنيين العراقيين الذين ذاقوا من إرهابها ما لم يذوقوه في تاريخهم، لا من ديكتاتور ولا من داعش ولا من مستعمر. فهل انقرض الرجال في العراق حتى يصل فيهم الحال إلى أن تتعرض نساؤهم لهذه الإهانات من قبل ضباط إيران من دون أن يكون هناك رد اعتبار للعراقيين؟ وهل لو كان الإيرانيون يعلمون أن للعراقيين حكومة تحميهم هل كانوا ليتجرؤوا على إهانتهم؟ هل صحيح لو أن المعتدي على المسنة العراقية كان سعوديا أو إماراتيا لرأينا المظاهرات واللطميات في جميع أنحاء العراق؟ وبما أن السيدة العراقية من النجف أي أنها شيعية، هل يصح في شيعة العراق مخاطبة إيران ببيت الشعر الشهير يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ ولكن متى كان الإيرانيون عادلين مع الشيعة العرب؟ إن كان في لبنان أو العراق أو الخليج، ألم يثر شيعة البصرة ضد النفوذ الإيراني المتصاعد؟ متى يدرك الشيعة العرب أن إيران هي عدو في ثياب صديق وخصم في ثياب حليف؟ متى يثور العراقيون على طغمة الفساد والانبطاح التي تحكمهم بأمر من إيران؟ وفي الشق الآخر، من يستهدف ميليشيا الحشد وما الهدف من ذلك ولمصلحة من؟ هل فعلا إسرائيل تستهدف هذه الميليشيات؟ وإن كانت هي لماذا تصمت؟ وإن كانت هي أيضا كيف سيكون رد هذه الميليشيات؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. يشاهد العراقيون هذا المقطع المصور حديثاً لمواطنتهم الخمسينية بعد أن تعرضت للضرب على يد ضابط إيراني بمطار مشهد.
كونها شيعية من النجف لم يمنعه من الاعتداء عليها، فهي عراقية وهذا يكفي. يشاهدون ويسألون: إلى متى ستبقى كرامتنا مستباحة كعراقيين أمام هؤلاء وهم الذي اعتدى ضابط منهم قبل 10 أشهر فقط على مواطن منا عند معبر الجلامشة الحدودي؟ وقتها قالت الخارجية العراقية إنها ستخاطب إيران لمنع تكرار مثل هذه الحوادث كما تفعل الآن تماماً. تكررت حادثة الجلامشة بالمناسبة، ولا داعي للتكهن كم مرة سيتكرر ذلك المشهد في مطار مشهد. لا يعول العراقيون كثيراً على حكومتهم لحمايتهم من إيران داخل البلاد، فكيف سيكون الحال خارجها؟ يدركون أن الحرس الثوري متغلغل في مفاصل بلادهم، بل يحكمهم بالظل إن أردت. استثمر عميقاً في الجماعات الشيعية الحركية كمجلس الحكيم وحزب الدعوة، كما أن لها أذرعاً يفضل العراقيون تسميتهم أذناباً على رأسهم هادي العامري، ولهم كذلك ميليشيات يتصدرها الحشد الشعبي. ولا يستغربون أن يطالب هذا المعمم الشيعي العراقي المقرب من ميليشيا حركة النجباء بحل الجيش العراقي واستبداله بها، وهي التي تأسست لحماية العراقيين من خطر داعش ولصون كرامتهم من هلاك محقق كما قالوا. هل تصوننا فعلا؟ تراهم يتساءلون. بالكاد تحمي نفسها، وهي التي لا تقوى حتى على صد ضربات وغارات متتالية يعتقد أنها إسرائيلية تقصفها، ليس لكونها ميليشيا بل لأنها ممولة من الحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على لوائح الإرهاب كمهدد للسلم العالمي. ولأن إسرائيل وواشنطن حليفتان يقال إنهما تقصفان، ولأن الحشد ذراع إيران العسكري في العراق لذلك يقصف. ما العمل؟ يكررون نفس السؤال الذي طرحه لينين الروسي في كتابه فمهد لثورة. أما هم فلهم أيضا ثورتهم. في العام الماضي وحده انتفضت المدن العراقية وهتفت ضد هيمنة إيران. شيعة العراق حضروا في هذا، فالضرر أيضا واقع عليهم كما وقع في مطار مشهد. مقرات الميليشيات الشيعية التابعة لطهران أحرقت، وهي التي فعلت ما عليها فعله رداً على من ذم مشغليهم. أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين وأخمدوا الحركة بالقوة وإن مؤقتاً. ماذا فعلت الحكومة استجابة لمطالبهم؟ فعلت الكثير. استقبلت هذا الرجل لأول مرة منذ توليه رئاسة إيران لتوقع معه اتفاقيات بقيمة 37 مليار دولار. أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بغداد، الباحث في الشأن السياسي الأستاذ حيدر الموسوي، بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الدكتور مؤيد الونداوي، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، عبر سكايب من فيينا أرحب بالأستاذ زياد السنجري الكاتب والمحلل السياسي، وبضيفي من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور صبحي ناظم توفيق. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ مع الأستاذ حيدر الموسوي من بغداد. أستاذ حيدر، لماذا تعمد وتصر إيران على إهانة المواطنين العراقيين في حوادث متكررة آخرها ما حدث مع هذه المسنة العراقية في مطار النجف على يد ضابط إيراني؟ الخارجية العراقية تقول أنها مستنفرة وتتابع الموضوع باهتمام، وتدعو إيران بالمقابل إلى معاملة العراقيين باحترام. نعم، شكرا لكم، تحية إليك ولا ضيوفك الكرام. لا أعتقد أن هنالك قصدية بإهانة عدد من العراقيين في مطار مشهد أو في غيرها من مطارات إيران. يعني هذه قد تشكل هي حالة فردية ربما تحدث في عدة دول من دول العالم. بالنهاية لا تحدث في عدة دول من دول العالم إلا ما ندر، يعني ليس يعني بشكل متكرر يا أستاذ حيدر. هي عراقية وبمقام والدتي أنا أتحدث طبعا. بالتأكيد يعني نحن في بداية الأمر يعني كانت هنالك استنكارات
وزارات وإدانات من قبل منظمات مجتمع مدني ومن قبل شخصيات وحركات سياسية أيضا على هذا التصرف، ولكن في نهاية الأمر الخارجية العراقية أصدرت بيان رسمي تؤكد فيها أنها تتابع هذه الحادثة، وبالتالي هذا مرفوض الأمر على اعتبار أن العراق لا يتعامل مع أصدقائه وجيرانه بهذه الطريقة. هذه طريقة غير مقبولة نهائيا، التعرض إلى امرأة عراقية ومسنة في هذا المكان من قبل شخص يفترض أنه يمثل الجانب الحكومي في هذا المكان. لكن بتصوري أن الموضوع لا يمكن أن يأخذ بعد أكبر مما نتصوره، يعني بمعنى آخر لا يمكن تعميم هذه الظاهرة على اعتبار أنها حالة فردية حدثت في هذا المطار وحدثت في هذا اليوم. لم نشهد حالات يعني مماثلة أو سابقة بعملية الاعتداء على عراقيين سواء كانوا شيوخ أو أطفال في هذه المطارات أبدا أطلاقا، يعني هذه قد تكون الحالة الأولى التي حدثت. ربما هذا الضابط يعني تصرف نتيجة انفعال أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي ننتظر الموقف الرسمي في عملية توجيه عقاب شديد إلى هذا الضابط الذي تصرف بهذه الطريقة الهوجاء والرعناء مع امرأة عراقية محترمة وكبيرة في السن. هذا موقفك، يعني كنت ستبقى على ذات الموقف لو كان حدث في غير إيران؟ أستاذ حيدر، نعم سألتك هذا الموقف، أنت بسطت الموضوع وقلت أنه حالة فردية وننتظر العقاب أو القصاص من هذا الضابط. لو كانت هذه الحادثة أصابت مسنة أو مسن أو رجل أو مواطن عراقي في غير إيران، هل كنت ستتحدث بذات اللهجة تخفف الموقف؟ لا أتصور أن هنالك، يعني لا يتعامل العراقيين بمكيالين. يعني هذه الحادثة هي رفضت اليوم، والدليل نتحدث على الأقل على السوشيال ميديا والذي هو يشكل العالم الصغير للعراقيين كله كان معترض، وهنالك العديد من الصفحات التي انتقدت كثيرا هذا الضابط وهذا التصرف وهذه الممارسة، وطالبت بالحكومة أن تأخذ موقف حازم أمام هذه الحادثة وأن لا تمر مرور الكرام. وبالتالي إن حدثت هذه الحادثة في مطار آخر في دولة أخرى سواء دولة عربية أو دولة أجنبية سوف يكون نفس الرد بالتأكيد. يعني كما قلت لك أن هذه الحالة ربما حالة فردية تمثل تصرف معين، تصرف من شخص معين هو مرفوض ومستهجن ومستنكر ومدان بكل المقاييس وبكل المعايير بالتأكيد. نحن أدنا هذا الحادث يعني في العراق سواء على المستوى الرسمي وعلى المستوى الموقف الشعبي، وهنالك حراك واضح في هذا المجال. لكن بالتأكيد إن حدث في السعودية أو حدث في اليمن أو حدث في الإمارات أو حدث في أوروبا بالتأكيد سوف يكون نفس الأمر. لا يمكن غض البصر عن ما يحدث في إيران على اعتبار أن هنالك قد تكون هنالك كما يتصور البعض هنالك تخاذل مع الجارة إيران قياسا مع دول أخرى. لا بالتأكيد عندما يكون الموضوع يتعلق بعراقي وامرأة عراقية كبيرة في السن وطاعنة سوف يكون نفس الموقف بالتأكيد. جميل. أستاذ زياد السنجري، هل هو بالفعل حالة خاصة موقف فردي صدر من ضابط انفعل ونطالب بعقابه، أم أنه جزء من سياق الهيمنة الإيرانية على العراق على كل الأصعدة سواء اجتماعيا أمنيا سياسيا عسكريا وما إلى ذلك؟ ما رأيك؟ مساء الخير عزيزي أحمد وتحياتي إليك وإلى ضيوفك الكرام. بداية أنا لا أتفق تماما مع ما تفضل به السيد حيدر. الحقيقة أن الإيرانيين لديهم نظرة دونية للعراقي ولديهم عقد نفسية، وهذا ما نلمسه عند المنافذ الحدودية. فالكثير من الحوادث ما تقع في أغلب الأمرار عندما يحصل العراق على تأشيرة مرور بإذلال وإهانة كبيرة في كافة المنافذ الحدودية. نتحدث عن عمليات نصب سرقة يتعرض لها العراقيون أثناء زيارة طهران أو مشهد أو قوم أو بقية المدن الإيرانية الأخرى. وهناك حوادث كثيرة، ولربما أعطيك مثال آخر، أن هناك احتفالية وقراءة سورة الفاتحة في بغداد على روح الشهداء، ولكن السفير إيراج مسجدي رفض أن يقف ورفض أن يتلو سورة الفاتحة وخرج
في إهانة مباشرة لكل الطبقة السياسية الموجودة في بغداد وينظر لهم بدونية. الحقيقة هناك حوادث كثيرة ومؤشرات كثيرة تدل على أن الإيراني لديه نظرة دونية للعراقي. لا ينسى الإيراني قوميته ولا ينسى فارسيته ولا ينسى ما تعرض له على يد العراق، إذا كان في التاريخ القديم وسقوط بني ساسان، وإذا كان في التاريخ الحديث وكيف تجرع الخميني السم الزعاف. إذا نتحدث عن شعب أكثر ما يريدون أن يكسروا فيه هو شوكتهم إرادتهم، تجد أن بعض الناس يوهموهم بأن غسل الرجل الإيراني في أثناء الزيارات والأربعينيات تعلي من شأنه دينيا، وهذه كذب وبدع كثيرة وطقوس وأمور تجعل من العراقي ذليل. لكن الحقيقة أن العراقيين يرفضون هذا الأمر، وهذا منهج الإيرانيين، وهذا ما نلمسه دائما، ويجعلون من العراق هو الحديقة الخلفية. وهناك من يقول أن بغداد عاصمة الدولة الفارسية، الإمبراطورية الفارسية الحديثة، دائما ما يتعرضون للسياسيين بإهانات، وهذا موجود ومثبت. أستاذ زياد، لا يستطيع أحد أن ينكره أبدا. بدأت حديثك وتوسعت في نقطة أن إيران تتعمد إهانة العراقيين، حتى الشيعة التي تدعي أنها تناصر المظلومين الشيعة في كل بقاع الأرض وخاصة في العراق. نعم، بكل تأكيد الشيعة أكثر من السنة أيضا، لأنه من وقف أمام إيران هم الشيعة قبل السنة في حربها في 8 سنوات التي خاضتها. الشيعة عرب، أقحاح، رجال، صناديد، أبطال. المرأة التي تعرضت إلى إهانة هي أمي، هي أختي، هي أخت كل عراق، هي الماجدة العراقية. للأسف نحن دخلنا في حرب مع جارة من أجل كلمة، الماجدة العراقية. نحن لدينا عنفوان، لدينا أخلاق لا تسمح لنا أبدا بإهانة المرأة. أما من يسمح بإهانة المرأة فهو هذا رجل دليل تابع، لا يستفزه إهانة مرأة كبيرة بالسن. النجفية والموصلية والبغدادية هي أم وأخت عزيزة وهي ابنة. مفهوم. لا نقبل بهذا التصرف أبدا، ونحن رفضناه وأدناه هذا التصرف. نعم. كائن أي امرأة تتعرض، أي عراقية تتعرض لأي إهانة من أي أحد، نحن لا نقبل بذلك أبدا ولا نرضاه علينا. والأمر بالتأكيد ذاته على أي مواطن عراقي في كل مكان، يعني أستاذ زياد بكل تأكيد. طيب سأعود إليك بعد قليل، أرجو منك البقاء معنا. أنتقل إلى ضيفي من عمان، أرحب بك من جديد دكتور مؤيد الونداوي، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. سؤالي لك أيضا في ذات السياق، ولكن دون أن نتحدث عن الحادثة الأخيرة، لم يثر العراقيون وخاصة في المدن الجنوبية في البصرة قبل أشهر، ثاروا ضد إيران، ضد هذا التمدد الإيراني والتحكم بمفاصل الدولة، وبالتالي إذا ما ربطنا الموضوع بالحادثة الأخيرة التي ضجت فيها وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة الاعتداء على المسنة في مطار مشهد، ألا يأتي في ذات السياق أيضا رفض شعبي عراقي حتى من قبل الشيعة لهذا التغول الإيراني إن صح التعبير؟ مساء الخير وتحياتي لأصدقائي في بغداد وفي اسطنبول وفي أوروبا، ولعلهم لم يدركوا الدقائق الأخيرة قبل دخولهم إلى الاستوديوهات. الآن أعتقد ملف هذه السيدة بات بطريقه للإغلاق، إذ قبل أن أدخل الاستوديو بدقائق علمت أن نائب القنصل الإيراني في النجف قد زار هذه السيدة وأسرتها قبل قليل ليقدم اعتذار سريع من الحكومة الإيرانية. وأيضا هنالك إشارات وصور وردتنا حول اعتقال هذا الضابط للتعرف عن أسباب ما جرى. طبيعي من رفق نائب القنصل الإيراني؟ هل تواصل مع الجهات الرسمية العراقية وقدم اعتذارا رسميا باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا، إضافة للاعتذار من السيدة ذاتها؟ أمامي الصور التي تدل على حضور نائب القنصل وبرفقته ضباط من شرطة محافظة النجف. دعنا يعني الحادثة وقعت وستتكرر، أنا لن أقول سينتهي الملف. أنا أتفق مع السيد السنجري أن الموظف الإيراني تاريخيا، وأستطيع أن أمدكم بعشرات الحوادث التاريخية التي تظهر عن جهية وتغول الموظف الإيراني
في المناطق الحدودية أو بين الحدود المشتركة الطويلة بين العراق وإيران على مسافة قرن من الزمان كان الموظف الإيراني يتعامل بغطرسة مع الموظف العراقي وبفوقية عالية لا معنى لها مع الموظف العربي في جنوب البلاد. منذ متى أستاذ دكتور مؤيد؟ الآن جوهر سؤالك. قبل 2003 ولا بعد؟ نعم. لا هذه مع بداية تأسيس الدولة العراقية عندما كانت القوى يعني الإيرانيين يدفعون بقطعاتهم ومخافرهم إلى داخل الحدود العراقية، وعندما كان يشتكي الموظفين العراقيين من ما يجري من الجانب الإيراني يردون بطريقة مهينة لهذا الموظف الذي لا يستطيع وقتها لأنه يدرك مدى ضعف العراق وهو قيد الهيمنة والسيطرة البريطانية. أيضا عند حدود خلافات حدودية أو عشائرية ما بين الطرفين على امتداد الحدود كان القمصرجية الإيرانيين يتصرفون بغطرسة وبأدانية مع الموظفين العراقيين. هذا الأمر سيستمر، هنالك حركة كبيرة بين البلدين. إيران لديها نفوذ اقتصادي وسياسي وأمني وعسكري بالعراق، هي تتطلع لزيادة عوائدها المالية من 15 مليار إلى 25 مليار، هذا يعني حركة كبيرة بين البلدين. هنالك أكثر من 4 مليون إيراني يدخل العراق بالمناسبات الدينية، معظمهم يأتي يعني لا يصرف شيء، العراقيين يطعموه ويسكنوه وهو يأتي بالمخدرات وغيرها. هذه القضية الواقع ستستمر مع الأسف لاعتبارات كثيرة لربما أشير إليها من قبل زملائي. نعم. ولكي يعود إلى سؤالك الجوهري، أعتقد نحن في هذه اللحظة هنالك أزمة كبيرة داخل البلاد منذ أن أصدر السيد المهندس بيانه صباح الأمس ورد عليه غير متفقا آمره ومسؤوله السيد الفياض بعدم قبوله لما ورد في هذا البيان. لنعود مرة أخرى بعد الظهر لتصدر الرئاسات الثلاثة بيانا ترفض فيه ما جاء في البيانين الأولين، وقبل أن أدخل الاستوديو أيضا كانت هنالك مقاومة لهدف جوي فوق اللواء 12 في أطراف بغداد يدعي أنه كان يحاول أن يضرب مواقع حشد ووجه النار إليه، وهؤلاء هم حشد ينفذون أوامر المهندس ولم يستمعوا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ولا حتى إلى رؤية رئيس الحشد. ما نتخوف منه الآن هو ما قاله السيد المهندس من أن هنالك شخصيات سياسية مهمة وعسكرية في الحشد قد تتعرض للاغتيال، والأخطر هو أن ربما هنالك من سيرتب لاحتراف طائفي باستهداف مراقد دينية مقدسة عند العراقيين. نحن في وضع خطير جدا، هنالك من يقول نحن نقاتل إلى جانب إيران ضد أمريكا والحكومة محرجة في هذا الأمر ولا تضع حد لهكذا تصريحات غير مسؤولة. طيب اسمح لي أن أعود إليك بعد قليل دكتور مؤيد، أسف على المقاطعة ولكن بس لنوزع الوقت سأعود إليك بعد قليل لنقاش مزيد من النقاط. أنتقل إلى ضيفي من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور صبحي ناظم توفيق. أرحب بك من جديد دكتور صبحي واعذرنا على التأخير عليك. إن كان لديك بداية تعليق عن موضوع الحادثة على المرأة المسنة في مشهد قبل أن أسألك في شق عسكري مهم يتعلق بالحشد الشعبي. نعم، هذا حقيقة ذنب الحكومة العراقية والسلطات العراقية، ليست الحكومة فقط وإنما هناك حتى في القواعد الشعبية في مناسبات معينة. يعني أنا استسخفت نفسي واستحقرت نفسي كعراقي مع الأسف عندما شاهدت في قبل سنة من الآن والسنوات التي سبقت في أثناء زيارة الأربعينية أو زيارة عشر محرم وهكذا من المناسبات المقدسة، حقيقة هناك يجبر أفراد من الشرطة العراقية أو من الجنود العراقيين لتقبيل أقدام الإيرانيين الذين يأتون إلى النجف وإلى كربلاء.
إلى هذه الدرجة استخفت نفسي أيضا كعراقي مع الأسف إلى هذه الدرجة تقبيل أقدام الإيرانيين إلى هذه الدرجة. لا هذا فيديو يعني هذا ليس سماع ليس نقلا عن أحد وإنما فيديو وانتشر كثيرا يعني وليس فيديو واحد أكثر من فيديو. ومثل ما تفضل الأستاذ زياد من فيينا وقال ونوه إلى ترك السيد أبرج مسجدي ولم يقرأ الفاتحة أمام جميع القادة السياسيين العراقيين وهو كان في الصف الأمامي. ولماذا السفير يجلس في الصف الأمامي هذا لا أدري يعني ما الموضوع. هذه من ناحية أخرى وهناك نواحي أخرى. مثلا قبل 3 أشهر على ما أظن أو شهرين السيد برهم صالح رئيس الجمهورية يزور بنفسه السفير الإيراني في مقره. يعني هل هناك رئيس جمهورية يزور سفير في 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 مقر في مقر في الدبلوماسية أمر غير مقبول نهائيا أو في سفارته في مكتبه؟ يعني هذه أشياء غير مقبولة. ولذلك مثل ما تفضل الأستاذي وعزيزي وصديق العزيز الدكتور مؤيد الونداوي، نعم كانت هناك مشاكل حدودية منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1920 أو 21 والعراق كان تحت الاحتلال أو تحت الوصاية البريطانية وكان الإيرانيون يتصرفون هكذا. ولكن بشكل عام فيما على ما أتصور يعني منذ اتفاق أو ميثاق سعد آباد 1937 تضاءلت هذه الأمور. وفي أحد عبد الكريم قاسم بالذات يعني 1959-60 انتهت هذه الأمور. أما في أحد البعث وفي أحد صدام حسين الأمر معروف. لم يكن أحد من قومسيري الحدود الإيرانيين يجرأ أي منهم على التطاول على أي عراقي أو على أي قومسير مقابل. نعم. جميل. في شق آخر اليوم وفق إيران إنسايدر هناك اجتماع على عالي المستوى يرأسه رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل مع قادة من الحشد الشعبي من أجل نقاش موضوع التهديدات المتكررة والتحذيرات من قبل قادة الحشد الشعبي بأنهم سيستهدفون المصالح الأمريكية أو القوات الأمريكية في العراق. أضف إلى ذلك تصريحاتهم هم نفسهم بأنهم يأتمرون بأمر إيران. قبل أيام أيضا دعا الحشد الشعبي إلى حل الجيش العراقي بشكل كامل. قبلها أيضا بأيام فتحنا ملف جرف الصخر وكان السيد سنجري معنا وأطلعنا على تفاصيل يعني تشيب لها الرؤوس فعلا. حتى رئيس الجمهورية لا يمكن دخول تلك المنطقة لزراعة المخدرات وتجارتها واستهداف دول الخليج بالطائرات والأسلحة المسيرة. ملف معقد جدا جدا ملف الحشد الشعبي. إلى أن يودي العراق هذا الملف؟ نعم. وفق خبرتك العسكرية دكتور. نعم. حقيقة هناك ما يسمى في كل القيادات العالمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية هناك ما يسمى بالتنظيم الهرمي. يعني هذا يعني متبع على الأقل منذ القرن الثامن عشر يعني منذ الـ1700s. نعم. وأول ما من قام بهذه الأمور يعني هرمية الدولة هم الألمان. حقيقة رجل اسمه غوستاف أدولف هو الذي فكر على الأقل بالنسبة للجيش أو بالنسبة للقوات المسلحة و يعني انخرطت المؤسسات المدنية في هذا المضمار. العراق الآن بالنسبة لهذا الموضوع مشتت تماما يعني متهرئ تماما. لا حدا يدري من هو الرأس ومن هو السفح ومن هو الذي يعني يحيط بالرأس. يعني مثل ما تفضلت يعني الدكتور برهم صالح اليوم مع الأستاذ عادل عبد المهدي مع الأستاذ محمد الحلبوسي اجتمعوا لهذا الغرض يعني لتداول الكثير من الأمور ومنها موضوع الحشد. هم يدعون يعني 3 كبار من قادة الدولة يدعون بين قوسين يدعون هؤلاء يجب أن يأمروا وليس
يدعونا. يعني هذا كلام معيب، وهذا موجود مذكور يعني في البيان الذي صدر من الاجتماع. يدعونا لإتمام التحقيقات، يدعونا الحشد الشعبي لعدم التطاول أو عبارة من هذا القبيل يعني، مفهوم. وإنما الحكومة السلطة التنفيذية هي المسؤولة. صاحب السلطة التنفيذية، رئيس السلطة التنفيذية جالس معهم يدعو، يعني هذا يعني شيء سيء تماما يعني. أنا بالنسبة لي غضبان يعني ومتأثر كثيرا، ولذلك ربما أتحدث بصوت عال مع الأسف. أستاذ حيدر، إن استمعت إلى ما تفضل به الدكتور صبحي، ما رأيك بما قاله بخطوط عريضة؟ ومن يحكم العراق حاليا؟ فعليا من يحكم العراق؟ سؤال يسأل يعني. يعني أنا سمعت حديث كل الأخوة الضيوف، يبدو أن الحلقة هي لمناقشة التركيبة الشخصية للفرد الإيراني، وهنالك يعني على ما يبدو ما تفضل به السيد السنجري يعني فيه مزايدات وخطابات شعبوية، وما تحدث به أيضا السيد الونداوي يتحدث عن تاريخه وهو غير دقيق طبعا هذا التاريخ، يعني أن كانت هنالك مشاكل أو خلافات، وأن هنالك موظف إيراني يهين موظف عراقي. أعتقد أن هنالك يعني بروباغندا واضحة في هذه الحلقة، وأن يعني عن تحويل المشكلة من قضية سياسية. أعطينا رأيك مشان ما نهدر الوقت يا أستاذ حيدر، حضرتك موجود لترد وتشرح وجهة يعني نظرك. أنا ما أخذت وقتي، هم أخذوا. أنا ما عم قاطعك، أنا بس عم أوضح لك وإلك الوقت يعني. تفضل تابع يعني تحويل تابع. تحويل الفرد الإيراني وكأنه هو يعني بعبع وما شابه. طيب هي قيمت الحلقة، ما في مشكلة، رأيك تفضل. مرور الكرام، بس اسمح لي، حادثة مرت مرور الكرام، لا يمكن أن نحاول أن نضخمها، وبالتالي يعني حسنا تحدث الضيف الآخر وقال أن القنصل الإيراني فعلا ذهب ليعتذر عن ما حدث، وبالتالي هذه المسائل طبيعية تحدث في أي دول من دول العالم وفي أكثر المطارات من مطارات العالم. نعود إلى الموضوع المتعلق بالحديث عن الحشد الشعبي. أولا الحشد الشعبي ومؤسسة أمنية خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بإمرته. ثانيا الحشد الشعبي هو بمثابة الجيش الرديف، كما هو موجود في عدد من تجارب دول العالم التي أنتجت بعض المشاكل في دولها وبعض الظروف الطارئة، أنتجت جيوش رديفة لإنقاذها. وبالتالي الحشد الشعبي يعني ربما الأخوان خارج العراق لا يفهموا كيف يعني تعامل مع أحداث داعش عندما انتكس الجيش العراقي في وقتها، وعندما سلمت 3 محافظات بيد هذا التنظيم الإرهابي الذي قام بقتل الناس وقام بتهجير العديد من العراقيين خارج موطنهم الأصلي. فأتى الحشد الشعبي ومارس انتهاكات أيضا، وكان هنالك موقف بطولي، موقف دفاعي، موقف التضحيات والدماء التي سالت على تلك الأراضي من أجل إنقاذ تلك المحافظات من هيمنة هذا التنظيم الإرهابي. علينا أن لا نبخس الناس أشياءها. الأمر الثاني يعني قد يكون هنالك نعم خلافات يعني بين بعض الأشخاص في نفس المسؤولية، لكن في نهاية الأمر اليوم المعسكرات العراقية هذه معسكرات عراقية. الحشد الشعبي هيئة رسمية تم التصويت عليها داخل البرلمان العراقي لتضم ليس فقط طيف معين من المجتمع العراقي، بقدر ما أن هنالك الحشد العشائري انضم لها، والحشد المسيحي، ويعني الكثير الكثير من الأسماء الموجودة في داخل تلك المؤسسة. هؤلاء مواطنين عراقيين وموظفون ويعملون تحت سلطة الحكومة العراقية. بالتالي اليوم تقصف تلك المعسكرات من قبل الكيان الصهيوني، رغم أن هنالك اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع من قال واشنطن من قال وبغداد، أنه يقصف من قبل إسرائيل. أعلنت أنها هي غير ملزمة، بس اسمح لي، واشنطن أعلنت أنها غير ملزمة بالدفاع عن العراق، تخيل. وأن لا تعرف معلوماتك شو مصدرها، يعني هذه مشكلة لا كبيرة. لا إسرائيل تبنت العمليات الضربات المتكررة ولا الحشد اعترف، مرة بيقولون انفجار ومرة صاروخ ومرة ماسك كهرباء. إسرائيل رسميا نعم، إسرائيل اسمح لي، إسرائيل لم يتبنى رسميا، لكن نتنياهو ألمح إلى هذا الموضوع مثل ما تبنى بعد أيام. وقبل قليل قرأت خبر عاجل بأن نتنياهو يقول بأن كل القواعد الموجودة في سوريا أو في العراق هي سوف تكون مستهدفة من قبل الطيران الإسرائيلي. أي قواعد؟ وهذا الأمر واضح يعني لم يثبت سرا.
القواعد العسكريه المتعلقه بالحشد الشعبي وما شابه، لانها هي تعتقد انها كل بكل كل الميليشيات التابعه لايران الايراني يعني. في العراق نعم المقصود كل الميليشيات التابعه لايران، اذرع ايران في سوريا والعراق. يعني عزيزي هي ليست ميليشيات، يعني مرة أخرى يعني أنا أتحفظ على هذا المصطلح. نعم نعم هي ميليشيات بالعرف العسكري، أي شيء غير جيش الدولة وأجهزة الدولة هي ميليشيا يا سيدي. موظفين بس اسمح لي، هذه ليست صفة، هذه تسمية. يعملون ضمن مؤسسة يعني قانونية ليست لا تابعة لإيران ولا لغير إيران. هؤلاء هم نفسهم يقولون نحن نأتمر مباشرة من إيران، يعني هذه تصريحات منسوبة للعراقيين. أما تسميتي ميليشيات، تسمية الميليشيات هي تطلق على الجماعات المسلحة غير النظامية والتي تمارس أعمال العنف والقتل. هؤلاء موظفين تحت مظلة الدولة وتحت ظل مظلة المؤسسة العسكرية، وهناك قرار موجود بحقهم، بالتالي لا يمكن أن نسميهم ذراع تابع لدولة معينة. نعم قد تكون هنالك قيادات معينة، قد تكون هنالك شخصيات معينة موجودة بالعراق لديها ارتباطات بإيران، هذا واقع يعني لا يمكن إنكاره، كما هنالك بعض الشخصيات التي لديها أيضا ارتباطات بأجندة أخرى، أجندة مجاورة بقطر، مثل ما بعض الأخوان الموجودين بتركيا بالإمارات بالسعودية. هذا وضع العراق، كما هو الحال في لبنان. تجربة ما بعد 9 نيسان أنتجت لدينا لبنان العراق الجديدة. طيب. تعددية وفوضية، لكن نحن نحاول قدر الإمكان أن تكون الحياة السياسية والعملية السياسية هادئة ومستقرة، خاصة بعد أن قاتل العراق نيابة عن جميع دول العالم أعتى وأكبر تنظيم إرهابي في المنطقة. طيب أستاذ زياد السنجري، ما رأيك بما قاله السيد حيدر؟ وسألته من يحكم العراق، فأعد يعني بكلامه وكأنه شعرت يتحدث ربما عن باريس، وكأن هناك الدولة موجودة والحشد هو جزء من الجيش والأمور بخير. يعني تفضل أستاذ أحمد. أنا مغدور بالوقت الحقيقة للعلم والاطلاع. أولا في موضوع المرأة بجملة واحدة أقول، لو أمطرت السماء حرية لوجدت العبيد يرفعون المظلات، انتهى هذا الموضوع. أما في موضوع العراق يا سيدي الفاضل، تنظيم داعش تنظيم إجرامي، قتل سفك الدماء، ولكن لنجد الإحصائيات كم قتل من السنة العرب السنة وكم قتل من الشيعة. قتل من العرب السنة أكثر مما قتل من الشيعة، وكذلك الأمر في سوريا صحيح. ليش قاعد هناك بفيينا؟ كان جيت قاتلت يعني دتصف الناس بأنهم عبيد، كان جيت أنت من فيينا وتفضلت علينا ولزمت الاستاح مالتك وقاتلت على المحافظة. معلش أعطيتك وقتك يا أستاذ حيدر، أعطيتك وقتك، خلي كفي. لا تقاطعني أخي الكريم، أقدر أرد عليك، أنا أريد أطلع بخلاصة بواقع حال معلومات. تفضل أستاذ. بعدين أرد عليك. تفضل. فأخي العزيز أستاذ أحمد، عندما دخل داعش سفك الدماء وقتل الآلاف في يوم واحد، 2070 شخص في مدينة الموصل في يوم واحد. صح. لدينا منطقة اسمها الخسفة، قتل فيها الآلاف المؤلفة من الشعب العراقي وأبناء الموصل الذين قاوموا تنظيم داعش وقاموا بعمليات نوعية وقاموا بإصدارات لقتل ضباط ومنتسبين ومواطنين بسطاء قاوموا داعش. الحقيقة تنظيم داعش أجرم بحق المحافظات المنكومة، جاء الميليشيات الإجرامية التي قامت بعمليات إبادة جماعية ميليشيات الحشد وقتلت ما قتلت من أهلنا في مدينة الموصل، 40,000 إنسان قتلت. لحد الآن لدينا جثث في الجانب الأيمن، نتحدث عن عمليات قتل وتصفية. أنا نشرت قبل أيام فيديوهات حصرية وصلتني، ميليشيات الحشد تقوم بقتل الناس في مكحول في علاس. وكأنك يا أستاذ زياد هكذا تساوي بين الحشد الشعبي وبين تنظيم داعش الإرهابي، يعني لا. نفس المستوى من الجرائم والإجرام؟ لا بكل تأكيد. أيوة. داعش أجرم بحقنا، ولكن ميليشيات أجرمت أكثر من داعش بحقنا. نحن ندين داعش، ولكن ندين عشرات المرات. لماذا؟ لأن داعش مدعوم من الدولة، لأن داعش العفو الميليشيات مدعومة من الدولة، الميليشيات تأخذ شراعة من الدولة، مقدرات الشعب العراقي بيد الميليشيات اليوم. نعم. القرار السياسي بيد الميليشيات اليوم. نحن نتحدث عن حكومة ميليشيات، نتحدث عن إرادة وصراع الميليشيات. ما يحدث اليوم في العراق صراع داخلي للعلم والاطلاع. صح هناك طائرات إسرائيلية قصفت بعض المناطق في العراق، واعترف أبو مهدي المهندس بأنه يمتلك بأن الانفجار في آمرلي كان لوقود صلب، ولكن ما حدث بعد ذلك في قاعدة بلد وما حدث اليوم في حزام بغداد في لواء 12 الحقيقة ليست إسرائيل،
والأمريكان يعرفون من قصف، وأبلغوا عادل عبد المهدي الذي يحاول طمطمة الأمور. هناك جهة ثالثة دخلت على الخط، ليس مين؟ كل العراقيين. من هي؟ تفضل السيد حيث. جهة ثالثة تعمل الآن وستقوم بعمليات تصفية وستقوم بعمليات نوعية داخل العراق. هناك جهة عراقية ثالثة تقصد؟ نعم، جهة عراقية ثالثة تحمل فكر معين، تريد التخلص من الهيمنة الإيرانية وترفض. هذا ما نشاهده عندما أحرقت القنصلية الإيرانية في البصرة. هذا ما نشاهده يوميا بالمظاهرات التي يقوم بها أبناء شعبنا. اليوم العراقيين بسنتهم وشيعتهم وكردهم وعربهم وكرادهم كلهم يرفضون هذا الوجود وهذه الهيمنة الإيرانية التي تلعب بمقدرات الشعب العراقي وجعلته مجرد حطب لوقود معركة بينها وبين الأمريكان. الأمريكان دولة محتلة، ولكن الإيران دولة بغيضة محتلة لعبت بمقدرات الشعب العراقي وركلت أهلنا بسنتهم وشيعتهم وقتلت من الناشطين في بغداد وفي البصرة مثل علاء المجذوب وغيره، واعتقلت الكثير. ولديها ربما مشروع أو مشاريع تتعدى خارطة العراق أيضا، هذا أمر واضح يعني لم يعد يخفى على أحد. ويجعلهم كلاب لكي ينهشوا الجيران ويضربون منابع النفط في السعودية ويضربون سفن في الخليج. العراق صمام الأمان للوطن العربي، واليوم أصبح المهدد الأول بفضل تلك الميليشيات الوقحة المجرمة التي سوف تدان وتدان في كل يوم. والحق لا يسقط بالتقادم. هناك من بعد 40 أو 50 سنة جلبوه لمحكمة لاهاي من النازيين، وهناك من قتل في بوسنة والهرسك وجلبوه وعدموه وقدموه المحكمة ومن شرب السم في أثناء المحكمة. لا يسقط حقنا نحن كعراقيين ونحن موجودين وعلى الساحة. طيب. أما من يريدني أن أقاتل فهذه ليست معركتي. أنتم من خلقتم داعش ذلك المسخ وتريدون أن نقاتل داعش. أنتم من تريدون جعل العراق ساحة وقود ومعركة لخاطر إيران كي تأتي إلى العراق وتسيطر. طيب. وتهيمن على العراق وتسيطر على الموقف السياسي. فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا من كل عراقي شريف. نعم دكتور صبحي، أنتقل إليك. ربما نحن على مشارف أو بدأت هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة، بدأت في سوريا كانت تستهدف ميليشيات إيران، قواعد مخازن صواريخ لإيران، ربما أيضا شحنات تنقل الأسلحة لحزب الله في لبنان. انتقلت اليوم استراتيجية إسرائيل في ضربات متكررة على الرغم من أنها لم تتبنى ولا عملية من تلك إلى الأراضي العراقية. إلى أين يأخذ هذا الأمر العراق مستقبلا؟ نعم، حقيقة العراق سائر نحو التياه إن صح التعبير، نحو التي. يعني لا أحد هناك في العراق صاحب قرار بحيث ينفذ قراره. إسرائيل مع الأسف يعني هذه دولة مقتدرة بمستوى العالم، وهي الأولى في استخدام الطائرات المسيرة. يعني بالدرجة الأولى بالمستوى الأعلى في استخدام الطائرات المسيرة، وطائرات مسيرة بعيدة المدى، وطائرات مسيرة استطلاعية ومقاتلة في أو على الأقل لأغراض الهجوم الأرضي. وأضيف لكلامك أيضا هي الوحيدة حاليا التي تمتلك وتسير الطائرات F-35 الأمريكية المتطورة جدا. بالضبط، نعم سبقتني إن شاء الله تعيش أكثر مني، يعني مثل ما يقال المثل. الله يسلمك. نعم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية هي استلمت الـ F-35، والـ F-35 طائرة لا تضاهى، يعني تاريخ طائرة تاريخية، طائرة أحدثت ثورة في العالم. هذه الطائرة أولا خفية على الرادارات، ثانيا حمولة عالية، ثالثا مداها يعني ربما بالنسبة للمقاتلات يعتبر المدى خيالي، يعني 2200 كيلومتر، أي 1100 كيلومتر رواحا و1000 كيلومتر عودة. بغداد لأي طائرة F-35 تقلع من إسرائيل بغداد وحتى شرق العراق، يعني المدن الواقعة شرق العراق وكذلك المدن الواقعة أو الأهداف الواقعة في أقصى غربي إيران ضمن مدى هذه الطائرة.
أنا أتصور يعني بالنسبة لهكذا ضربات آمرلي ومعسكر أشرف وكذلك بالنسبة أبو تشير وكذلك بالنسبة لي بلد يوم أول أمس، هذه يعني طلعات تدريبية وليس يعني لا ربما لا يكلف طيار إسرائيلي محترف ولديه آلاف من ساعات الطيران، وإنما طيار مبتدئ على F-35 يقلع من إسرائيل ويأتي إلى بغداد أو يتجه إلى آمرلي ويضرب الهدف ويعود. تتوقع أن تتوازن هذه الضربات من قبل إسرائيل الطائرة على المدى المنظور دكتور صبحي؟ نعم، أنا أتصور حقيقة إسرائيل لا تعلن هكذا أمور من عادتها، حتى بالنسبة لسوريا يعني لم تكن تصرح أنه أنا الذي ضربت، وإنما وسائل إعلامية هكذا أخبار عن طريق الصحف عن طريق نعم وسائل قلت لك معنا. وسائل اعلام عراقيه عفوا ايرانيه اسرائيليه ضاعت البوصله قدام اسرائيليه قدام نعم وسائل اعلام اسرائيليه نعم قد تكون غير رسميه يعني صحيفه يدعوت احرنوت او القناه الرابعه الاسرائيليه هي التي تكشف مثل هذه الامور صحيح. وليس بنيامين نتنياهو او قائد القوه الجويه الاسرائيليه وهكذا، وانما هذه الطائره مشكلة من لم يمتلكها والجميع لا يمتلكون، يعني سوريا ولبنان والأردن والسعودية والعراق كلهم وإيران كلهم لا يمتلكون هذه الطائرة ولا يمتلكون الرادارات التي يمكن أن تكشف هذه الطائرة. اثنين، ثلاثة، هذه الطائرة لا تأتي مثل ما يتصور البعض على الهدف وتنقض على الهدف وتضرب الهدف، لا، وإنما أقل مقذوفة في هذه الطائرة أقل مدى لمقذوفة في هذه الطائرة 10 كيلومترات هير فاير، هذه 10 كيلومترات وهناك تصل المديات يعني من 10 إلى 150 كيلومتر بالنسبة لمقذوفة بوب آي، فإذا لا يوجد هناك سلاح أرضي للدفاع الجوي يمكن أن تتقابل مع هذه الطائرة. نعم. والرادار لا يكشف، إذا الطائرة تأتي بحريتها وتحوم بحريتها. نعم. وتضرب الهدف. نعم. عن بعد ولا سلاح دفاع جوي أرضي. نعم. يمكن أن يكشف بواسطة الرادار الطائرة ويمسك الطائرة ويهدف على الطائرة. نعم. طيب أنتقل إلى الدكتور مؤيد في الدقائق الأخيرة. دكتور مؤيد، اليوم دخول إسرائيل على خط المجابهة مقابل الحشد الشعبي وإيران، هل يأتي بنتائج يعني بمعنى يفيد إيران بأن نحن نتعرض لهجوم في العراق أو ميليشيات الحشد الشعبي، نحن مستهدفون من الكيان الصهيوني المغتصب الذي فعل الويلات في فلسطين، أم على العكس تماما؟ يعني من منظور العلاقات الدولية حتى اللحظة يعني واضح أن إسرائيل هي تقصف في سوريا وتقصف بشكل مستمر، سواء أهداف إيرانية أو أهداف تعود إلى ميليشيات عراقية داخل الأراضي السورية، وهذا أمر معلن ومعروف. وأيضا نفهم لماذا إسرائيل تدخل على خط الأزمة ما بين واشنطن وطهران في أكثر من موضوعة ومنها الملف النووي. ولكنني أتمسك بما تقوله الحكومة العراقية حتى الآن إلى ما قبل 7 ساعات من أنها لا تزال تجري التحقيقات، هنالك وقت طويل قد مضى من الضربات الأولى إلى غاية ضربة أمس. الحكومة العراقية لا تزال تقول نحن نحقق، وليس لها حتى هذه اللحظة سوى ما يسمع الجميع من الإعلام ومنها الإعلام الإسرائيلي. نعم. أما موضوعة العلاقة ما بين الميليشيات المسلحة والمجتمع الدولي، فهنا نتحدث عما يسمى بجبهة المقاومة الإسلامية، وهي مجموعة جماعات ميليشياوية مسلحة، هذه لا تستمع إلى أي قرارات وتوجيهات من الدولة، هي تضع نفسها بعيدة عن الدولة العراقية، ولكن بعض هذه الجماعات هي جزء من الحشد الشعبي. ف
في الساعات الأخيرة نحن نسمع تصريحات من كتائب حزب الله، نسمع من النجباء، وهذه الجماعات موضوعة على لائحة الإرهاب الدولي، وبالتالي هذه تسمح لأي دولة بأن توجه ضرباتها إلى مثل هذه الجماعات. واليوم وفي الساعات الأخيرة أعلنت هذه الجماعات أنها بدأت باستخدام دفاعاتها الجوية، في حين قبل ساعات كان واضحا بيان الرئاسات الثلاث أننا لا نريد من أحد أن يجعل من العراق ساحة معركة، لا نريد أحد أن يجرنا. لمن هذا الخطاب؟ بالتأكيد هو خطاب إلى جماعات مسلحة عراقية. وبالتأكيد أنا أشكرك جزيل الشكر وسامحني جدا على المقاطعة. بعض هذه الجماعات هي ضمن دائرة الحشد الشعبي، وهذه دكتور مؤيد تنطبق إلى حد ما مع بيان السيد المهندس يوم أمس الذي رده بعد ساعات رئيسه الأعلى. شكرا لك دكتور مؤيد، اعذرني على المقاطعة، يبدو أنك لا تسمعني ولكن انتهى وقت الحلقة يا سيدي، اعذرني على المقاطعة. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا دكتور مؤيد الونداوي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ضيفي من عمان. شكرا للدكتور صبحي ناظم توفيق المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من اسطنبول. شكرا للسيد حيدر الموسوي باحث في الشأن السياسي ضيفي من بغداد. شكرا للأستاذ زياد السنجري الكاتب والمحلل السياسي كان معنا مباشرة عبر سكايب من فيينا. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ألقاكم الأحد المقبل إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.